زيرا لو سينو سيتقبلو كيفية العمل المؤسسة وتمويل ديالها. اليوم حنا في هذا اليوم الحفل الكبير، حفل الرياضيين، مؤسسة محمد السادس الأبطال الرياضيين. كل شيء اليوم كيعرف بأنه تأسست هذه 11 سنة وحققت واحد الإنجازات اجتماعية مهمة جدا، ولكن يعني في الفترة ديال الرئاسة ديال الأستاذ منصف بالخياط، اليوم المؤسسة مازال مستمرة وكاين جمع عام اللي ممكن يعني كاين الترشيح الوحيد ديال السيد الوزير المحترم السيد شكيب بن موسى اللي غادي يترأس المؤسسة، وهذا غادي يكون دعم كبير جدا لمؤسسة محمد السادس الأبطال الرياضيين. وحنا كنعرفوا بأن مؤسسة محتاجة لواحد الدعم مادي كبير، لانه اليوم كاين ازيد من 11 رياضي ورياضيه منخرطين في مؤسسه محمد السادس الأبطال الرياضيين، وكاين ازيد من 400 اللي كيستافدوا من الدعم ديالها، لا من ناحيه التمدروس ولا من ناحيه التغطيه الصحيه ولا كذلك السكن. وخاصه حنا كنفتخروا بهذا المساله هذه، لانه كاين واحد العدد ديال الابناء الرياضيين اللي اليوم الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المؤسسه خذوا الاجازات ديالهم، وكاين اللي خذا من الان كيوجد الدكتوراه. فكنطمحوا باش مازالت المؤسسه كيف قلت الا كان عندنا دعم مادي افضل باش نزيدوا من تكون زياده في الرياضيين، لان كاين واحد العدد ديال صراحه اللي واحد ديال الرياضيين والرياضيات اللي كيتواجدوا في ظروف صعبه ومحتاجين للدعم. مؤسسه محمد السادس يعني قامت بواحد الدور كبير في هذه السنوات اللي منذ التاسيس ديالها، الحمد لله جات في الوقت ديالها. وكذلك مشكور سي منصف الخياط على الفكره اولا والتاسيس، وكذلك اعطائها اسم يعني ديال صاحب الجلاله، فهذا يعني تيبين مدى المستوى ديال الرياضيين ومدى الاهميه ديال الرياضيين عندنا في بلادنا الحمد لله. اللي كذلك اللي تنوه به هو انه كل ما يعني تصدر في حق الرياضيين من اهتمام للتغطيه الصحيه وكذلك التمدرس ديال وليداتهم، لان تبارك الله كاين واحد العدد كبير ديال الشباب اللي وصل للمستوى العالي في الدراسه، وكذلك بالنسبه للصحه ديال الرياضيين، لان وهذا شيء جميل، لان الدور ديال المؤسسه الان اعطات واحد طموح للرياضيين ديال المستقبل، على انه كاين اهتمام من الدوله لمستقبلهم ولوليداتهم وعلى انهم ما تضيعوش. الحمد لله على هذه الساعه اللي كنتواجدوا هنايا مع المؤسسه، لان هذه المؤسسه يعني حلات بزاف ديال المشاكل اللاعبين، كنفتخروا بها، كنحمد الله سبحانه وتعالى على سيدنا اللي دار هذه المؤسسه هذا، وكنشكر الناس المسؤولين عليها لهم جزيل الشكر، لان نقذتنا بزاف ديال المسائل وعدد ديال اللاعبين اللي كانوا بليسي وكانوا مراد وكانوا محتاجين لعدد ديال المخدمين سعداء. الحمد لله تنقذنا واليوم احنا ولينا ابطال. دابا تنحسوا براسنا احنا ابطال، لان ولات العنايه وعنايه في مستوى عالي، لان كنحسوا براسنا بروفيسيونيل. جزاهم الله بخير، وكنتمناو المزيد من هذا الشيء باش جميع اللاعبين يستافدوا، وكنشكروا الصحافه الوطنيه اللي كتدعم هذا الموكب ديال اللاعبين وجميع الرياضيين، حنا جميع الرياضيين في هذه المؤسسه، فالحمد لله ربي سبحانه وتعالى والله يوفق الجميع. حصل لي الشرف اني شاركت مع الاخوان ديالي في 1986 في كاس المكسيك، ودائما كنا حنا يعني كره القدم ديما كانت الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله المرحوم الحسن الله يرحمه، ولا سيدنا الله ينصره الله يشافيه في هذه المناسبه. يعني هاد لا فونداسيون محمد السادس جات تقريبا بموازات، لان كنعرفوا كاين واحد النوع كيكون نوع ما تهميش نتيجه مثلا احداث لي زاكسيدون دي باركور لي زاريا دو لا في دي امبريفو. دونك سكي في هذه كانت مبادره جيده من صاحب الجلاله محمد السادس نصر الله الله يشافيه، وبقات هذه تقريبا تخدم واحد المده ديال فوق العشر سنوات، ودائما كما كنقولوا نربطوا الحاضر بالماضي. يعني هذه من بين الجمعيات اللي كتقوم بالتغطيه الصحيه كما نقولوا والتغطيه الاجتماعيه كوفرتير سوسيال بيان جوستيس سوسيال بور لي زونسيان جوار ولي زونسيان غلوار دو توت ديسيبلين كونفوند، يعني ماشي غير كره القدم فقط، حتى لي ديسيبلين اخرى ما كنساوش. وانا بحكم التجربه ديالي معهم ما فوق 10 سنوات هذاك الشيء كنسمع من الامتيازات راه صحيحه، ما فيها التطبيب التعليم الاطفال
الاطفال، حتى على مناسك الحج الله ينصر سيدنا انه كيعتني بالناس اللي كيوصلوا واحد السن معين وكتكون عندهم الرغبه في الحج مع هذه المصاريف والقرعه وهذه. يعني كاين تسهيلات يعني انضمام للجمعيه ما هو غير بينيفيك ولا لاي رياضي كما كان نوع. يعني هنا كنبين بان الرد الجميل ولو غير بابسط الحوايج، ولكن بالنسبه للمستوى المعيشي كنعرفوا دابا كنلقاو بان الشركه ديال الجمعيه والمؤسسه ديال محمد السادس ابطال الرياضيين كنلقاو بان كتفوق التوقعات ديال اي وحده. انا يعني بغيت نجبد كاع جميع المجتمع المدني ما وصلوش لهذه. يعني هذه فيها رد الاعتبار اون فالوريزاسيون لان سبورتيف وديما هي سول بارتونج اي حاجه عندنا اكتيفيتي كما بغات تكون النوع ديالها كسوا كاريتاتيف ولا انسانيه اللي كان سول بارتونج سا ماجيستي كتكون دائما سبحان الله العظيم بينيفيك بور تو لو موند كسوا الصاهرين عليها من اوتور حتى هما ما نساوش داك الشيء الدور كيقوموا به كان راسهم سي سعيد بالخياط او سي مصيب بالخياط او الاخوان ما تعرفش الاسماء ديالهم او سي بدر او الاخوان اللي خدموا في السكرتاريه كنظن هذوك الناس كلهم عندهم واحد الاجر كثير داك الشيء كيقوموا به مع الاراميل ديال النوكروال كلوار ان شاء الله وحتى مع لي زونديكابي والناس عندهم في عندهم يعني دي كاد نيسيسيتي. دونك هاد الناس يعني كاين واحد الدور اجتماعي انساني محض وهاد التجمعات كنشوفها دابا انا بما فيها نقولوا كاع مثلا انتخاب رئيسي وهذا بقدر ما هي لم الشامل ومنها يعني صله الرحم مع الاخوان ديالنا ورد اعتراف الجميل اللي كتقوم به المؤسسه على راس صاحب الجلاله نصر الله. هاد المره كنحيي مره اخرى الله يشافيه والله ينصره وخليه يدخل لينا حنا بعداك حنا كرياضيين ما كنساوش داكشي اللي كيديروا حنا كنهضروا مع دابا حنا كباترون ديالنا قبل ما يكون كمالك ديالنا ككل مواطنين.